بدل سي يوسف بن علي. نعرف يوسف بن علي غني عن التعريف، هو كلاعب اللي تعدم المنتخبات الوطنية كل من الكادير الجونيور، كان صعيب ياسر باش يكون عنده مكان في السينيور بحكم انه كان عصام تاج كذلك في كافيبو. المبادرات هذه احنا نشجعوها ياسر، احنا من قبل عندنا فكرة انه لابد من لاعبين المنتخب الوطني بعد يفكروا في ما بعد الكارير نتاعهم، يعني بعد الكارير هذيك لابد انهم يدخلوا ميدان التأطير وميدان التدريب خاصة. احنا بينا في الجامعة عملنا عدة معناها حاجات اللي هي تشجع اللاعبين الدوليين باش يدخل ميدان التدريب. اكيد انه معناها حاجة مهمة ياسر، لانه اللاعبين هذوما عندهم كارير كبيرة، عندهم تجربة كبيرة، التجربة هذه كلفتهم حياتهم، كلفتهم برشا تعب، كلفتهم برشا خيبات ساعات، برشا فرحات، برشا معناها وضعيات دقيقة، سواء في البطولات الإفريقية سواء في البطولات العالمية، وكذلك كلفة الجامعة كذلك معناها إمكانيات، سواء إمكانيات مادية أو إمكانيات في الوقت وفي إلى آخره. وبالتالي لابد أنه هالكابيتال هذا لابد أنه يستنفع به الأجيال القادمة، ويلزمنا نحلوا الباب بالعكس، هذا مش حتى نحلوا الباب، أما نشجعوا كل المبادرات اللي تجي من لاعبين النخبة باش يعاونوا ويمروا التجربة بتاعهم الأجيال القادمة. أنا اليوم فرحان ياسر اللي شفت معناها تأثير ممتاز اللي فيه مزج بين الخبرة والطموح. عندنا سي سيد العياري اللي هو من خير المدربين بتاعنا، وتعرفوا عنده تجربه طويله ياسر، وكذلك الى جنبه نقاو باديس، نقاو عصام، نقاو يوسف، هذوما كل معناها سوسون معناها منتصر بن عامر اللي كان اللاعب بتاعي، وسام حمام، حسام حمام بليتو، هذوما كل اللي نجم نقولوا نخبه من المدربين تاع غدوه اللي هما باحتكاكهم سي سيد بالتجربه هذه مع لي جون، بالتجربة هذه مع لاعبين نخبة من مستوى عالي، أكيد أنهم كذلك عندهم معناها هي مرحلة في بناء الكارير نتاعهم، الكارير نتاعهم اللي هي باش ترجع النفع لكرة اليد التونسية عموما والمنتخبات خصوصا. كذلك نشوف بين المشاركين شفت برشا لاعبين اللي هما من النخب الجهوية نتاعنا، من النخب الوطنية، فما بنية في ليكيب ناسيونال 2002، فما عدة عناصر من السيليكسيون 2004-2005 اللي هو منتخب مازلنا كي أحدثناه، وهذوما معناها وكذلك يخلينا نشوفوا عدة معناها براعم اللي هما مهمة ياسر. اللاعبين هذوما باش ياخذوا من عند لاعبين النخبة مش النواحي الفنية برك، لكن فما عدة نواحي معنوية وعدة نواحي تربوية اللي لابد يتربوا عليها واللي هما باش يلقوها في المنتخبات نتاعنا. هذه باش تكون كأنه معناها اون انيسياسيون للاعبين الصغار هذوما للا في دو هاندبال دو نيفو ولا الهاندبال ديليت. دونك نرجع نقول اللي شكرا يعطيه الصحة يوسف، واحنا نشجع كل المبادرات هذه، وان شاء الله كيف كيف عصام هو مشارك اليوم ان شاء الله يعطي معناها يعمل حاجه سومبلابل. شفنا اني هيك المقنم عمل حاجه سومبلابل، انور عياد، دونك هذوما كل اللاعبين اللي نعتز بهم، واكيد انهم معناها يراو يحاولوا انهم يردوا الجميل لكره اليد اللي اعطوها الكثير واعطاتهم الكثير، وما زالوا هما باش يعطيوا كره اليد، واكيد انه كره اليد ما زالت باش تعطيهم. اكيد انه الدورات هذه تمتاز بعده، عندها عده مزايا، اهمها هو انه اول حاجه ساعة اللاعب هو اللي يتدرب بعيد على الضغوطات بتاع النتائج بتاع المباريات، وكذلك جات في فترة اللي هي بعد الامتحانات الدراسية، يعني فما اللاعب حقيقة مركز كل التركيز وجاي يلعب في كرة اليد لكرة اليد. كذلك حاجة مهمة ياسر أنه مش كل اللاعبين يجيوا، معناه يجيوا اللاعبين نخبة من اللاعبين اللي هما مغرومين ياسر في الهاندبال وحقيقة عندهم شغف كبير بكرة اليد، وبالتالي لهنا تسهل عملية تمرير كل شيء للاعبين هذوما. هذه هذاك علاش الدورات هذه هي صحيح هي ماهيش
هي انتقائية شوية، معناها باش تاخو عدد معين، ما نجموش ناخذوا 10,000 لاعب، ما احنا عندنا 12,000 لاعب منهم تقريبا 10,000 في صنف الأصناف الصغرى، الأصناف اللي شفنا كيفهم اليوم في، لكن على الأقل ناخذوا أحسن لاعبين في جهة معينة، وإذا كان المبادرات هذه سوميتيبلي في عدة جهات ونكونوا مسينا كل اللاعبين النخبة اللي هما في الجهات، النخبة الشابة في كل الجهات، وأكيد أن وقت اللي نمروا لهم معناها حاجات معينة، حاجات اللي هي خاصة مبادئ أساسية، المبادئ هذيك بعد هما بيدهم في ممارستهم لكرة اليد باش يقع تمريرها للاعبين تاع الجمعيات نتاعهم، وبالتالي اللي في نتاع لي سيونس اللي هذوما ولي ستاج هذوما راهم ما يقفش عند لا سيونس، راهو عنده تاثير على سواء على الجمعيات والا على النخبه الوطنيه وخاصه النخبه الوطنيه الشابه.